تقول ايه؟ بقول لك ايه؟ اقسم بالله لو ما جت دلوقتي حالا اكون عامل لكم فضيحه في العماره دي. مش انت الدكتور هشام بتاع التلفزيون برضو؟ انت ايه اللي جابك هنا يا مجنون انت؟ انت اتعملت في مخك؟ مبسوط؟ لا لا بلاش بلاش عشان ريحة. جميلة قوي. جماعة بسرعة. لمي حاجتك يلا خلصي. ادخلي يا عائشة، يلا حاولي تدخلي على اوضتك. وانا بقول المزيكا دي جايه منين؟ ده ايه المزاج العالي ده؟ هو الواحد بيريح دماغه من تعب الشغل. الله يكون في عونك يا حبيبي. ما شفتش البت ليلى؟ لا ما اعرفش يا حبيبتي، انا جيت من بره على هنا على طول. هي هادية كده ملهاش ولا حس ولا خبر، غلبانة قوي بصراحة. معرفش يمكن تكون نايمة ولا لسه ما جاتش من بره. بس غريبة يعني بصراحة اتأخرت قوي، أنا قلقت عليها شخصيا. معلش يا حبيبتي يعني يمكن تكون قعدت مع المحامي والقعدة طولت. يمكن. والشاطر حسن كان بيحب الأميرة والأميرة كانت غنية قوي، بس من فلوس باباها مش فلوسها هي. بس الشاطر حسن كان طيب وشاطر. شش. غريبة قوي دي، ما حسيتش بيه خالص. لا ما هو هشام جواني كده. جواني؟ ايه يا بنتي الفاظك دي، انت ادمرتي قوي على فكرة. انا قصدي يعني الكرتون في نفسه. وبعدين هو ما بيتكلمش كتير بس ساعات بيهزر. بس اليومين دول متغير. متغير ازاي يعني؟ طول الوقت عمال يعلق على تخني ومش عاجبه ان انا ما بخرجش طول الوقت قاعده في البيت. وطبعا مش عاجبه موضوع النقاب ده. مش عاجبه؟ مش عاجبه ازاي يعني؟ هو نسي ان انت سبتي نجوميتك وسبتي شغلك وسبتي كل حاجه عشان خاطره؟ متضايق قوي حضرته من شويه تخن؟ يعني انا بقول كده برضه. والله باين ان كل الرجاله وسخه زي بعض. لا هو عشان مش وسخ، لا هو مش كده خالص. دلوقتي بقى مش كده. عموما انت كده كده قمر اصلا. تخنتي ما تخنتيش قمر زي ما انت. وبعدين هو حد يطول ان هو يقرب من ربنا؟ طب يا ريتني انا اعرف اتحجب ولا اتنقب زيك، يا ريت. ما انا برضو بقول دي حاجه كويسه يعني. طبعا كويسه. وبعدين بقى لو في حد لازم يتغير يبقى هو اللي يروح يتغير مش انت. هو نسي ان انت السبب في كل العز والهنا اللي هو فيه ده؟ بقول لك ايه؟ هو صحيح اخوك رامي مش غيران خالص من هشام واللي هو فيه ده؟ ولا متنح عادي زي ما هو؟ وانت بتعمل كل حاجه بنفسك في المستشفى؟ هو لو ما عملتش كل حاجه الدنيا هتبوظ. ليه يعني مش مشغل تحت ايدك ناس؟ لا في طب بس. ايه ده؟ مين ده يجي دلوقتي؟ ممكن تكون جميله؟ لا لا مش جميله. هي فين؟ هي مين دي؟ استنى انا رايح فين؟ قول زياد. انت بتتكلم عن مين يا جدع انت؟ عن ليلى يا قلب ليلى. انت بتخرب تقول ايه؟ بقول لك ايه؟ اقسم بالله لو ما جت دلوقتي حالا اكون عامل لكم فضيحه في العماره دي. مش انت الدكتور هشام بتاع التلفزيون برضو؟ انت ايه اللي جابك هنا يا مجنون انت؟ انت اتعملت في مخك؟ ده اللي سجنتيني وسبتيني عشان ذوقك وحش قوي. انت مجنون يا زباله انت؟ ده جوز صاحبتي.
وكمان صاحبتك، دي حاجه حلوه خالص. يا بني ادم احكوا في العماره. مدام ليلى ضيفة عندنا هنا، ودي الشقه بتاعتي، شقتي الزوجيه، مش زي الشقه اللي انت تعرفها. اقسم بالله لو مشيت من هنا دلوقتي هطلع لك البوليس. وهي المدام فين يا دكتور؟ وانت من عقلك؟ انا مش هسكت على الموضوع ده، اقسم بالله هفضحك. مش عارفه اقول لك ايه، انا اسفه. انا حجزت لك في الاوتيل، خلاص هتلاقي ديبوزيت لمده اسبوع لغايه لما نشوف هنعمل ايه. ميرسي قوي يا هشام على اللي انت عملته معايا ده كله، واسفه قوي ان انا ورطتك في حياتي بالشكل ده. اللي انت بتقوليه ده، انت مش عارفه انت قد ايه بالنسبه لي. انت اللي مش عارف انت ايه بالنسبه لي. انت عارف انا بحبك قد ايه؟ انت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي، انت حب العمر كله. انا لازم امشي. ليه؟ قبل جميله ما تيجي كده احسن. طيب حبيبتي، انت متأكدة مش عايزاني اوصلك؟ لا يا حبيبي ميرسي، انا عربيتي معايا تحت. خدي بالك من نفسك. ليلى، البيت ده مش هيبقى له طعم من غيرك. انا بجد مش مصدقه يا هشام، دي خدت كل هدومها ما سابتش ولا حاجه. مش معقوله كده يا عائشه، طنط ليلى كانت جايه ضيفه وخلاص مشيت. ايوه بس انا كنت بحبها، كانت بتحكي لي حكايات حلوه وتلعب معايا وتسلي. ما هي ماما عندك ايه يا حبيبتي؟ تحكي لك وتلعب معاكي. ماما عندها اجر ذكري ذكري ذكري. يوه بالراحه يا هشام على البنت، مش كده. انا بصراحه كمان قلقانه عليها. هيكون جرى لها ايه يعني؟ دي واخده هدومها كلها. ما هي دي المشكلة، ان هي خدت هدومها كلها ولا بعتت رسالة ولا عارفين هي راحت فين. يا حبيبتي خلاص هي حرة، احنا عملنا اللي علينا وخلاص نرجع لحياتنا بقى. انا خايفة لو يكون طليقها عمل فيها حاجة. يا حبيبتي دول سابين بعض من 7 سنين، ايه اللي فكروا بيها يعني؟ يمكن حب ينتقم منها مثلا. ما خلاص بقى يا جميلة، هنفضل طول حياتنا نتكلم عنهم. طب خلاص انت متعصب ليه؟ مفيش يا حبيبتي، بس خلاص بقى. قولي لي طيب، ماما كانت عايزاكي في ايه؟ لا مفيش، كنا وحشينها انا وعيشة بس مش اكتر يعني. هشام انا كنت عايز اسالك حاجه يعني، بس ما تفهمنيش غلط. هي لطيفه اللي كانت مرات خالك دي، هي بتراجع حسابات المستشفى ولا؟ كفايه اخوكي بيراجع كل حاجه. مش الفيديوز دي اللي حضرتك ممكن تنزل؟ انزل ليه؟ مش فاهم، قاعد مع مراتي. مراتك؟ طب اقدر اشوف اسامي الجواز يا فندم؟ ليه الناس دلوقتي بتمشي باسامي الجواز؟ لا حضرتك دي تعليمات من وزاره السياحه. روح يا ابني، ده اللي مشغلك يا ابني. استنى بس يا دكتور، معلش سوري، هو الدكتور اصلا كان ماشي دلوقتي، عنده عمليه ومش فاضي. اوكي تمام، اتفضل. دي صوره قبل وده ان شاء الله بعد العمليه. انت اصلا زي القمر وهتبقي احلى كمان. مش حواسيك يا دكتور. توصيني على ايه بس؟ انا مش عايز اقول لك ان مصر كلها مشتاقه تشوفك على الشاشه، وانا وعبد الله اولهم على فكره. ان شاء الله، قول يا رب. لا ان شاء الله. دكتور علي هو دكتور التخدير، هياخد منك كام سؤال كده ويقيس حاجات روتينيه، وانا اسالك في العمليات. ماشي، اتفضل.